أهلا وسهلا فيكم بالحلقة الثالثة من You and Women Podcast. واليوم الموضوع رح نتطرق له ونناقشه هو عن نساء ذوات الإعاقة. تخيلوا أنه عالمياً في أكثر من مليار شخص عندهم نوع من أنواع الإعاقة. هيدا الشيء بيعني أنه من أصل 5 نساء في امرأة عندها كمان أحد أنواع الإعاقة. أكيد منعرف أنه القوانين والسياسات الدولية وحتى الوطنية المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة جاهلت الجوانب المتعلقة بالمساواة بين الجنسين، وهذا الشيء أكيد أثر على حياة الإمرأة والفتيات ذوات الإعاقة اجتماعياً. وأكيد هيدا الشيء يعني بيفرجي أنه عنا حاجة كتير كبيرة نحط جهود أكتر لنحقق المساواة بين الجنسين ونمكن جميع النساء والفتيات والاعتراف بحقوقهم من ضمنها حقوق النساء والفتيات ذوات الإعاقة. واليوم رح نحكي عن الفرص والتحديات بهذا المجال مع رئيسة رابطة الجامعيين اللبنانيين للمكفوفين نوال تيان. أهلا وسهلا فيك معنا اليوم بالحلقة. شكرا كتير. أهلا وسهلا نوال تيان. لعرف الكل عنك، أنت أكيد رئيسة الرابطة وكمان حائزة على إجازة باللغة الإنجليزية وأدابة من الجامعة اللبنانية. اليوم أنا عم بحضر للحلقة مع فريق يو أن وومن، صراحة ما كنت عارفة بوجود الرابطة. فيك تعرفينا أكتر عنا، شو أهدافها، شو يعني مطالبكن على المدى القصير والبعيد للكل عم بيسمعونا وعم بيشاهدونا يعرفوا أكتر عن الرابطة؟ أكيد. أول شيء بدي أتشكركم على هالدعوة القيمة، وخصوصي بموضوع مهم مثل موضوع النساء ذوات الإعاقة. رابطة الجامعيين اللبنانيين للمكفوفين تأسست سنة 1997، وهي مختلطة تضم أشخاص مكفوفين وأشخاص غير مكفوفين، نشتغل مع بعضنا لنحقق الأهداف المرجوة. أكيد بالبداية نحن بلشنا مع الطلاب الجامعيين نواكبهم بدراساتهم الجامعية ونساعدهم بتسجيل الكورسز على أشرطة كاسات. بوقتها كنا بعدنا بمرحلة الكاسات، فعلى التسعينات كنا نسمع على الكاسات، أنا يعني من الجيل التسعينات. صحيح. فلحتى الطلاب الجامعيين المكفوفين يقدروا يكملوا دراستهم بالجامعات، وكنا نواكبهم كمان بالأبحاث تحت نساعدهم بالمكتبات ليقدروا يعملوا أبحاثهم. من بعد ما هيدا الموضوع صارت عدة جمعيات بمجال الإعاقة عم تتعاطى بهذا الموضوع، نحن انتقلنا لمواضيع بالنسبة لنا أهم ومتخصصة أكتر، كونه مش ما في كتير جمعيات تتعاطى بهذا الشأن. فانتقلنا لنقوم بحملات توعية بالجامعات بالمدارس عن الأشخاص المكفوفين وحقوقهم وتحدياتهم ومشاكلهم، وكمان رجعنا اشتغلنا بدومين العيش باستقلالية للأشخاص المكفوفين. فأقمنا دورات على الطبخ، دورات لتدبير المنزلي من كوي لغسيل لتنظيف، بالإضافة لدورات كمان بتمكن النساء ذوات الإعاقة من الاهتمام بأنفسهم، مثل موضوع الميك أب، مثل موضوع يعني حسن انتقاء الملابس والاهتمام بالنفس، بالإضافة لدورات إسعافات أولية عملناها كمان للنساء ذوات الإعاقة. هيدي عم نحكي عن الأهداف القصيرة المدى. ومن المطالب الطويلة الأمد هي تعديل القوانين مثل القانون 220 على 2000 المتعلق بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لحتى يتماشوا مع نصوص وبنود اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. نوال، نحن عم نحضر الحلقة، في كم رقم من التقديرات فاجأوني صراحة، بدي أشوف معك صحيحي ليهن، أنه بين 10 و15% من اللبنانيين واللبنانيات عندهم نوع من الإعاقة، إذا كانت جسدية، عقلية، حسية أو معرفية. ورقم الثاني اللي فاجأني اللي هو 61.4 من العيال اللبنانية عندهم على الأقل فرد من العائلة عنده إعاقة. أول شيء شو رأيك بهيدا الأرقام؟
بصراحة الأرقام بلبنان يعني على طول للأسف الإحصاءات منا دايما دقيقة. في أكيد نسب يمكن تكون أعلى من هيك صراحة، يعني ما في أكد الأرقام كأرقام، بس أكيد 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 في في عيال كتير بتخبي الأطفال اللي عندهم إعاقة، الأشخاص اللي ذو إعاقة، لأنه أو بيستحوا فيهم أو ما بيعرفوا كيف يتصرفوا أو يعني ما عارفين بعد كيف يعالجوا الموضوع أو واجهوا المجتمع. فأكيد أنه في هالنسب العالية ويمكن تكون حتى أعلى. وأنا يعني من خبرتي الشيء عم تحكيه بتذكر وقتها كنت عايشة برات لبنان بأمريكا بإيطاليا وبستعمل النقل العام الباص، أطلع وشوف كتير أشخاص يعني عندهم إعاقة مختلفة وقول يا الله بلبنان نحنا ما عنا أشخاص عندهم إعاقة، تخيلي، لأنه ما عم نشوفهم ما عم نعيش معهم. فهيدا الشيء أكيد يعني مثل ما ذكرتي أنه منخبي الأولاد خصوصا ما منخليهم يكونوا عم بيعيشوا بالمجتمع، هيدا شو عم بيخلق؟ عم بيخلق تمييز. برأيك كيف فينا نحن خصوصي مع شغل الرابطة انه نشتغل لنخفف هيدا التمييز وندمج كل الأشخاص مع بعضها؟ الحقيقة هيدا الشيء بيصير من خلال حملات توعية على نطاق واسع. أول شيء بدنا نبلش أكيد بالأهل، اللي أهل الأشخاص ذوي الإعاقة، نبلش نوعيهم انه الإعاقة هي شيء طبيعي بالمجتمع ونوع من الاختلاف، ونوعيهم انه ما في داعي ابدا يخجلوا بالشخص، انه الشخص اللي عنده إعاقة هو شخص ممكن يكون منتج بالمجتمع مثله مثل غيره. فبنشتغل على الاهل اول شيء تنوعيهم وتندلهم على انه في مؤسسات مدارس صارت مجهزة شوي لتدمج الاشخاص ذوي الإعاقة مع غيرهم بالمجتمع، ولا ان كمان نوعيهم على كيفية التعامل مع اولادهم. من ناحية تانية اكيد في الشغل يلي بيصير مع المدارس، توعية المدارس على كيفية التعامل مع الاشخاص ذوي الإعاقة وخصوصي الاولاد، وبالإضافة لكمان حملات توعية بالجامعات وب يعني حملات توعية اعلامية على كل شيء بيتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة. وأنتوا عم تشتغلوا على يعني على المدارس، يعني عم بتعملوا هدول الأشياء؟ نعم، نحن عملنا بمراحل سابقة وهلا عم نرجع نكرر التوعية بالمدارس بشكل خاص، عملنا قبل بالجامعات، وأكيد حملات التوعية الإعلامية مثل كمان هالحلقة مستمرة دايما أكيد يعني بنقوم فيها على طول. يعني مثل ما حكينا موضوع الإعاقة هو بعده تابو، حتى مش بس بلبنان، عالميا. وعب شوف كتير مصطلحات عم تستعمل، مثلا special needs، الأشخاص ذوي حاجات الخاصة، أو أصحاب الهمم خصوصي يعني في مناطق عم تستعمل فيها. شو رأيك بهذه المصطلحات؟ يعني الأشخاص ذوي الإعاقة للنساء والرجال، ما عم نحكي الفتيات والصبيان، أو هالمصطلحات اللي عم تستعمل، شو الأفضل؟ أوكي، أنا رح أشرح بس الفرق. ديجا persons with special needs، ذوي الحاجات الخاصة، هني بيقدروا يكونوا شخص ما عنده ولا نوع إعاقة، يعني حدا محتاج تنعتبر، خلينا نبسط الأمور، يمكن لانتي أنه شخص ما عنده إعاقة يعني محتاج شيء بيقدر يكون حيلا شيء. سو مشان هيك هيدي التسمية الأشخاص ذوي الحاجات الخاصة ما بتنطبق على الأشخاص ذوي الإعاقة، ما بتنطبق، يعني ما بتحدد بس أنه هدول الأشخاص اللي عندهم إعاقة، ولا حتى الترمينولوجي اللي هي أصحاب الهمم أو ذوي الإرادة الصلبة. كل هالعبارات ما برأيي مش هي الصحيحة. ليش؟ لأنه الشخص اللي عنده إعاقة هو شخص مثله مثل غيره، بيقدر يكون ناجح، بيقدر يكون فاشل، بيقدر يكون حدا عنده همة أوفر، بيقدر. نحن مش extraordinary people ولا نحن تحت الليفل. حلو. الشخص يصنف بحسب شخصه مش بحسب إعاقته. لهذا السبب
الترمينولوجية المضبوطة هي الأشخاص ذوي الإعاقة عادة بيعتبروا أنه يمكن عم يجرحونا أو عم يضايقونا أو لا، نحن بنعتمد وبنعتبر أنه هيدي هي الترمينولوجية المضبوطة وهيدي اللي لازم تستخدم وما في شي فيها لا بيجرح ولا معيب لو واحد يخجل فيه، بالعكس. شو حلو اللي عم تقوليه، ولأكد على كلامك يعني أنت عم تحكي تذكرت أنا وعلى جبل إيفرست بذات الوقت كان في شخص مكفوف عم يتسلق الجبل، يعني تخيلي أنه جبل أعلى قمة بالعالم، ومش بس هيك يعني يعني التحديات الأشخاص ذوي الإعاقة اللي بيوصلوا على القطب الجنوبي يعني بيعملوا تحديات يمكن شخص ما عنده إعاقة ما بيقدر يعملهم، وهيدا الشيء كتير حلو اللي قلتي، يعني هالرسالة اللي عم توديها لكل شخص عنده إعاقة اليوم، أنتوا أبطال، أنتوا أشخاص فيكم ما عندكم حدود للأشياء اللي فيكم تحققوها بحياتكم. جايس خليني أرجع صحح، نحن أشخاص مثلنا مثل غيرنا. مظبوط، معك حق نوال، يعني أنا كمان لأنه هالأفكار مرسخة بتفكيرنا بطريقة كيف حتى منحكي، يعني حتى أنا رجعت استعملت كلمة أبطال وبقليك يعني اليوم علمتيني درس. هلأ رح نروح على أكتر نركز على موضوع النساء والفتيات ذوات الإعاقة، وأكيد هالنساء والفتيات ذوات الإعاقة بيعانوا من تمييز مزدوج double discrimination، أكيد كونها امرأة، يعني اليوم نحن عايشين بمجتمعنا عنا تحدياتنا وعنا التمييز، وبذات الوقت لأنه هالامرأة أو الفتاة عندها إعاقة كمان تتعرض لتمييز أكبر. وهون بدي استند على تقرير صدر بال 2022 الاتحاد اللبناني للأشخاص المعوقين حركياً وشركائه اللي أنتوا كمان شركائه مثل ما خبرتيني، صح، إنه النساء ذوات الإعاقة بيتعرضوا للعنف والتحرش والوصم أكتر بكتير من الرجال ذوي الإعاقة، ويستبعدوا من الخدمات أكتر من غيرهم أكيد من الخدمات الاجتماعية. هل بتوافقي على هيدا الشيء؟ وانت فيك تخبرينا من خبرتك اذا عشتي. اوكي، هيدا الشيء اكيد صحيح، النساء ذوات الاعاقه بيعانوا من دبل ديسكريميشن مثل ما قلتي حضرتك، على اساس انه النساء وعلى اساس انه النساء عندهم ذوات اعاقه، فلهيدا لهو السببين في دبل ديسكريميشن اكيد. هيدا الشيء بنشوفه كتير باسر معينه، على طول لما في شاب عنده إعاقة وصبية عندها إعاقة دايماً الشاب بينعطى حقوق قبل، بينعطى حقوق أكتر. هلأ طبيعي نحن بمجتمع كمان شرقي ما بدنا ذكوري. المجتمع ذكوري للأسف، فدجا هي هيدي الشغلة سائدة، فكيف إذا المرأة بالعائلة عندها كمان إعاقة بصير دبل، يعني الموضوع كتير فيه تحيز وتمييز، يعني دايما التمييز بيكون لمصلحة الشخص الذكر بالعائلة، منشوفها بكتير عائلات، وأكيد أنه في تحرش بالنساء ذوات الإعاقة أكتر من غيرهم. وأنا شخصيا صراحة ما عشت هاي التجربة بالنسبة للتحرش أبدا، يعني الحمد لله بشكر ربي أنه ما عشت هاي التجربة. هلأ بالنسبة لموضوع الديسكريمينيشن، أنا عشت أكيد تمييز مثلي مثل غيري على أساس الإعاقة بشكل خاص، حاولت أقدم على وظائف ما انقبلت، انرفضت بمحلات ما نقرا حتى السي في كونه عندي إعاقة، وكمان يعني بمجلس خدمة المدنية كنت بمرحلة من المراحل عم بقدم على رئيس دائرة، كمان مجرد أنه نعرف أنه أنا شخص كفيف انرفضت، يعني انقالت لي بالحرف الواحد أنه أنت ما بتستعملي القلم، كيف ناوية تتوظفي؟ شو حسيتي بوقتها؟ يعني شو كنت تحسي كل مرة يصير معك هيك؟ كيف كنت تفكري؟ يعني هيدي إهانة كبيرة، وأنا صراحة جايس هلأ بحاول أشتغل على قصص، يعني نحن كلنا كجمعيات وأنا كرئيسة رابطة مع شركائنا على قصص يعني تقدر تنحل الأشياء كلها للجيل اللي جاي،
يعني نحن يمكن قطع علينا مراحل وبعد بيقطع علينا مراحل أكيد، بس لنقدر نحسن الظروف للجيل الأجيال اللي جاية، هيدا أهم شيء عنا. يعني هول المومنتس أو الأوقات اللي ما كسروك، ما حطموك، يعني خلوك تصيري أقوى. بالعكس، هيدا أنا كل ما في تحدي ونحن كلنا إجمالاً اللي عنا إرادة هالقد، يعني بحكي كأشخاص ذوي إعاقة وكنساء ذوات إعاقة، عنا إرادة لكسر هيدي الجسور ولنوصل لمساواة، هيدا الشيء بيقوينا دايما. لما منتهاجم أو لما منتميز بطريقة سلبية بيخلينا يكون عنا عزيمة أقوى نضلنا نشتغل لنوصل للمساواة ونوصل لعدم التمييز. حلو. وكان في حدا بالعائلة عم بيساندك، حدك؟ يعني هون هيك يمكن بنحكي لو بطريقة كتير سريعة، قدامهم يكون عنا العائلة حدنا. أكيد، أنا عشت بعائلة كتير كتير داعمة، كتير سبورتيف، من قبل إخواتي ومن قبل أهلي، وساعدوني كتير تنطلق بالحياة وتكون عندي استقلالية. نوال، حكيت شوي عن الشغل وشوي من خبرتك، وهون كمان من البحث لنحضر هيدي الحلقة عرفت أنا ما كنت بعرف أنه في قانون 220 اللبناني الصادر بال2000، واللي هو لتحسين الظروف المعيشية للأشخاص ذوي الإعاقة، وأكيد يعني الشيء من القانون هو أنه بيفرض على الشركات وعلى القطاع الخاص والعام انه يوظفوا 3% من عدد موظفينهم يكونوا عندهم يعني من الاشخاص ذوي الاعاقه. طب ليه هيدا القانون اللي عنا اياه اللي بيفرض على الشركات انه يوظفوا 3% ما عم بيتطبق برايك؟ وشو خبرتك بالموضوع، يعني بنطاق الشغل كشخص عنده اعاقه؟ صحيح جويس، القانون ما عم يتطبق. القانون 220 على 2000 متعلق بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، صدر بسنة 2000، ما عم يتطبق. هو بيعطي الحق مزبوط أنه أو بيفرض أنه يكون في 3% من الموظفين بالقطاعين العام والخاص من الأشخاص ذوي الإعاقة. هلأ ليه ما عم يتطبق؟ لأنه ما في إرادة، ما في وعي، وما في إذا بدك الإمكانيات، بمعنى أنه يعني أنا لما توظفت، أنا موظفة بوزارة المالية، لما استلمت شغلي أنا أمنت التكنولوجي اللي أنا عايزتها لأستعمل الكمبيوتر، أنا اللي أمنت يعني إشياء لقلي، بس كنت أستعمل بمرحلة من المراحل كتابة البريل. فالدولة ما عندها إمكانية تأمن لا برامج ناطقة ولا بريل ولا شيء للأشخاص اللي عندهم كف بصر مكفوفين، أو حتى للأشخاص المعوقين حركياً، يمكن بمحلات المباني بدها تجهيز، إعادة تجهيز رامبس. يعني ما في أول شيء لا الوعي، يعني ما في أرضية لا تقدر تستقبل الأشخاص ذوي الإعاقة على أنواعها. هلأ ما في أول شيء، ما في وعي. تاني شيء ما في إرادة، لأنه في إشياء ما بدها هالقد تكاليف مادية الحقيقة، وبعدين ما في إمكانيات. بس كمان بحب شيء، لأنه هي الفكرة أنه بس كمان مجرد ما شخص عنده إعاقة ما بينعطى الفرصة. يعني في ناس هن أغلبية الأشخاص ذوي الإعاقة صار عندهم هن البرامج المطلوبة تيتم معاملهم، إنما ما عم ينعطوا الفرص. أنا بتجربتي تعذبت كتير، لأمنت كانت بعدها، أنا توظفت بسنة 96، كانت بعدها الأمور كتير بالأوائل، يعني لقدرت أمنت. بس هلأ صار في كل شيء مثل ما حضرتك بتعرفي متوفر أونلاين، وإشياء برامج، يعني الشخص اللي عنده إعاقة بيقدر يأمن أموره، بس يصير في وعي وإرادة بتوظيفه. يعني مثل كل شيء نوال بلبنان، بدنا نحن نكون عم ندفشه ونحط من قوتنا فيه، ومثل ما انتو عملتوا. ما رح دلني على هالبارت السلبي بالموضوع، لأنه في ميلة تانية كتير إيجابية، وهي عدة استراتيجيات انخلقت لتمكين المرأة أو النساء ذوات الإعاقة بالعالم. وهون بدي حدد أو شدد على استراتيجية تمكين النساء والفتيات ذوات الإعاقة اللي طورتها هيئة الأمم المتحدة للمرأة، واللي هي بتعزز حقوق النساء والفتيات ذوات الإعاقة.
وعلى المستوى المحلي وأكيد يمكن بتعرفي بالموضوع، الـ UN Women مع الاتحاد اللبناني للأشخاص المعوقين حركياً طوروا مشروع Access Kitchen، واللي هو بيسمح لنساء ذوات إعاقة أنه يكونوا عم هن يديروا هيدا المشروع، يحضروا الأكل، وكمان يكونوا عم بيقدموا هالوجبات الساخنة لأشخاص ذو الحاجة، يعني بمنطقة يمكن بحاجة فيها فقر وبحاجة لإله. هيدا الشيء يعني برأيي مشروع كتير مهم. ليش؟ لأنه مش بس أنه يكونوا عم بيقدموا المساعدة لهالأشخاص اللي بحاجة، بس هن كمان عم بيحسوا حالهم منتجات. وبالنسبة لكتير من هالنساء ذوات الإعاقة اللي عم بيديروا الأكسس كيتشن، كانت أول مرة بيكون عندهم شغل. يعني هيدي شغلة كتير مهمة نكون عم ننويها عليها. برأيك شو أهمية هيك مبادرات اليوم بمجتمعنا؟ أول شيء بحب شير لأنه موضوع المطبخ نحن كرابطة جامعيين لبنانيين المكفين اشتغلنا فيه قبل، بس مش مثل الاتحاد اللبناني للأشخاص المعوقين حركيا. يعني بمعنى نحن عملنا دورات طبخ لنساء وشباب ذوي إعاقة مع الجامعة اليسوعية وجمعية إيكول، وعطينا يعني علمنا معهم مهارات الطبخ. بأي سنة تقريبا؟ من شي بعتقد صوب 6-7 سنين، ونعمل كذا دورة يعني مع الجامعة اليسوعية. إنما أكيد بحب شير ونوه بمشروع اللي عم بيعملوه الـ UN Women مع الاتحاد اللبناني الأشخاص المعوقين حركياً، لأنه هن المطبخ الأكسس كيتشن اللي عاملينه مثل ما قلتي حضرتك يعني بيديروا نساء ذوات إعاقة. هذا شيء كتير مهم وأهم من يلي نحن عملناه أكيد. بدي أقول أنه الدمج كتير مهم، وكتير مهم أنه نعمل مبادرات من هالنوع بتخلي النساء ذوات الإعاقة بشكل خاص والأشخاص ذوي الإعاقة بشكل عام يكونوا منتجين بالمجتمع، يكونوا مدموجين مع غيرهم، يكونوا يحسوا حالهم أنه هن مثلهم مثل غيرهم، عندهم عمل، عندهم وظيفة، عندهم مدخول وعندهم انشغالاتهم. فهذا شيء كتير مهم، وأكيد أنه بيساهم الأكسس كيتشن وأي شيء تاني من الوظائف للأشخاص ذوي الإعاقة وخاصة للنساء ذوات الإعاقة بالدمج بالمجتمع وبخلق فرص وبمساواة. هلأ رح ننتقل من الدمج الاجتماعي، موضوع الدمج الاجتماعي، لا موضوع تاني واللي هو حق الانتخاب بكرامة واستقلالية، حق المواطنين. وبتذكر بانتخابات النيابية 2022 أنت عبرتي عن تجربتك ومعاناتك للإعلام بكيفية الاقتراع. فيك تخبرينا أكتر عن تجربتك الخاصة بهيدا الموضوع، وكمان شو وضع الأشخاص ذوي الإعاقة بلبنان اليوم بموضوع الانتخابات أو حقهم بالاقتراع؟ أكيد أنا واجهت صعوبات بانتخابات 2022 وذكرتها مثل ما قلتي حضرتك. إنما أول شيء بحب نوه إنه في مرسوم يتعلق بتسهيل الاقتراع للأشخاص ذوي الإعاقة، ونحن كمان كرابطة وفي عدة جمعيات منهم اتحاد اللبناني للأشخاص المعوقين حركياً عم نشتغل سوا على تطوير وتحسين موضوع الاقتراع. أنا حقيقة بس نويل مالك أكيد فضل. الكل بدنا نعرفه، أنا شو كانوا عن جد هيك بطريقة حقيقية شو كانوا الصعوبات؟ يعني شو صار معك؟ صح، أنا بدي أقول أول شيء الإجابة اللي تحقق بالنسبة للأشخاص المكفوفين هو إنه صار يسمح للشخص الكفيف يأخذ معه مرافق، يفوت معه المرافق على الاقتراع تيقدر يساعده يحط الورقة وهالتفاصيل. هاي من أمتى بلشت؟ هيدا 22 تحقق هيدا الشيء. وبالنسبة للأشخاص المعوقين حركياً
كمان تحققت مطالب معينة بهذا المجال، مثل أنه في محلات معينة نعطوا الأولوية ينتخبوا بالطوابق السفلى حتى ما يتعذبوا بالويلتشير لفوق. إنما أنا عانيت من صعوبات، لأنه أول شيء يعني ما كان في معلومات دقيقة كيف وين الانتخاب، يعني انتقلت من محل لمحل، كل حدا يدلنا على محل ونطلع يطلع مش هون، مثل ما بتعرفوا حضرتكم انه بيكونوا البنات لحال والشباب لحال. انتقلنا من طابق لطابق ونزلنا وطلعنا، والمحلات كانت كلها ضيقة وفيها كثافة من الأشخاص، ما يعني ما بيعرفوا كيف يسهلوا المرور. وطبعاً مرور شخصين مع بعضهم، لأنه كوني أنا كفيفة كلياً، كان في حاجة لشخص يرفقني ويكون مشنقلني يعني مسكني، فكمان كان كتير في صعوبة، وطلوع دراج ونزول دراج، يعني ما كان في دقة بالتفاصيل وتسهيل، لأنه شخص عنده كف بصر أنه كان فيها تكون الأمور أسهل بالتعامل، ويكون في more specification، دغري واحد يوصل وين مفروض يوصل لحتى يقدر ينتخب وما يتعذب. يعني لأنه ما طبقوا القوانين يعني حسب المرسوم، صح؟ ما طبقوا القوانين، أنه بلشت مثل ما قلت لك أنه في إشياء بلشت تطبق، إنما في عدم وعي ومش عارفين كمان، يعني في ضرورة للأشخاص اللي بيكونوا واقفين تحت يكون عندهم المعلومات الكافية والدقيقة ليقولوا لك بأي طابق، مش تطلع وتنزل 100 مرة على كذا محل ويطلع غلط يعني، وكيف يقطعوا يعني شخص كفيف معه حدا تاني يفتحوا الطريق، يعرفوا انه كيف بدهم يتعاملوا. فهيدي كانت المعاناة صراحة بالنسبة لهالشق. نويل، يعني وصلنا لآخر سؤال، وصراحة ما بدي انهي هالحديث الحلو معك، لأنه أنا شخصياً كتير عم بتعلم عن هالموضوع، خصوصي للأشخاص وخصوصي للنساء والفتيات ذوات الإعاقة، المعاناة تبعهم وكيف عم بيعيشوا اليوم بالمجتمع. بس بدي انهي يعني بشغلة صارت كتير إيجابية، اللي هو أنه لبنان صدق على اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وأكيد هالاتفاقية فيها المادة 6 المخصصة لنساء ذوات الإعاقة. كيف برأيك فينا نكون عم نطبق هالاتفاقية اليوم بلبنان؟ يعني إذا بتعطينا هيك من خبرتك، شو رح يصير بالخطوات التالية؟ نعم، الاتفاقية مزبوط انمضت وتصادق عليها. هلأ نحن عنا أول شيء عم نشتغل على twin track approach، اللي هي أنه نشتغل على الأشياء اللي فينا نبلش فيها already، اللي هي قصيرة الأمد أو قريبة، والأشياء البعيدة بنفس الوقت. يعني عنا أول شيء تعديل القوانين، أوكي، لحتى يتطابقوا مع نصوص الاتفاقية. هذا الشيء بيكون على المدى القصير، ومن بعدين لتنفيذ الاتفاقية على الأرض. يعني بس نعدل قوانيننا نحن أول شيء، بنقدر نبلش كمان بنفس الوقت يعني نراجع مع الحكومة لحتى ونسعى لنطبق بنود الاتفاقية على الأرض. يعني أنتوا اليوم عم تشتغلوا كرابطه مع محاميين مع لتعديل القوانين؟ نحن مش كرابطة، نحن كأشخاص، كجمعيات أشخاص ذوي إعاقة، بدنا نبلش نشتغل مع مجلس النواب لحتى يتعدلوا هالقوانين بالتماشي مع الاتفاقية، لأنه الاتفاقية شاملة أكتر وفيها كتير بنود مش مشمولة بالقانون 220 على 2000 مثلا، فلازم نعدل القانون تيرجع يمشي هالقانون المحلي مع الاتفاقية وتطبق الاتفاقية على الأرض. فأكيد إشياء بدها وقت، منبلش التوين تراك أبروتش القصير الموجود هلأ مع يعني اللي قادرين نبلش فيه مع يلي بده ياخد وقت منا، مثلا إيجاد فرص عمل، تطبيق يعني تطبيق كل بنود الاتفاقية، في جزء منها بيمشي على المدى القصير
بدا يصير شو يعني بعد شهر شهرين ست شهور سنه، يعني ما فينا حد ديت، بس بقول لك انه بالنسبه مثلا للتوظيف نحن اوريدي بلشنا بالوظائف المتاحه اللي قدرنا نوظف فيها اشخاص مكفوفين، فاكيد هيدا الشيء بده كمان تعديل القانون لنصير تنفتح مجالات جديده. فهيدا الفرق بين القصير والطويل الامد، تعديل القوانين لحتى يتماشوا مع الاتفاقيه لتنفتح كل الفرص بجميع المجالات لتطبيق هالاتفاقية ويصير في مساواة بالمجتمع بين النساء والرجال ذوي الإعاقة. يعني يعطيكم ألف ألف عافية. أنا اليوم بهالحلقة معك نوال اكتشفت تعلمت أشياء جديدة، وإن شاء الله هيك كمان نتشارك يعني يكون أنا بارت بطريقة ما من مسيرتكم. يعني أنا فيه أعمله أنه أخذكم على الجبل، شو رأيك بالموضوع؟ إن شاء الله خير، ليش لا؟ جبل صنين، القرن السوداء، شو رأيك؟ أكيد أنا بكون معك، وكله بالنتيجة جايس مثل ما بنقول دايماً، نحن بنكمل بعضنا بالمجتمع، وهيدا كله بيكون جزء من الدمج، إن كان بمشروع تسلق الجبال أو أي مشروع تاني. صحيح. نشتغل كلنا مع بعضنا لنوصل للمبتغى إن الله راد. صحيح. وعلى فكرة أنا يعني هالسنة وحتى بموسم الشتاء يعني كان في تلج، طلعت أنا وبنت بالعشرينات عم تفقد نظرها، يعني بعد عندها تقريبا 2% من النظر، وكان حلمها إنه تشوف جبل صنين قبل ما تفقد نظرها على الآخر. وبقلك بصراحة نوال كانت أقوى مني على الجبل، يعني حلو. وكان نهار يعني في عاصفة وهواء قوي، ويعني كانت مجلدة القمة بصنين، بس هي كانت قالت لي هيدا أحلى نهار بحياتي. فأنا يعني هيدي عزيمة مفتوحة لقلك إنه نتشارك هيك كمان مغامرة بالجبال اللبنانية. وبشكرك كتير على الحلقة اليوم، وبشكر كل المستمعين والمستمعات، المشاهدين والمشاهدات، وإن شاء الله نلتقي قريباً. خبرة كتير حلوة، وأكيد إن شاء الله خير. وأنا بدي أتشكركم كتير كتير على هالحلقة القيمة، يعطيك العافية. شكراً.